مستشفى الشفاء تحت وطأة حصار دبابات الاحتلال وعلى وقع قصف مكثف جوا وأرضا وبحرا. الشفاء يبرز كهدف مركزي للاحتلال دعاية وهجوما إلى جانب مستشفيات أخرى مثل القدس والأندونيسي ضمن ما يعرف بمربع مستشفيات يشدد الاحتلال الخناق عليها. مرضى وجرحى ونازحون يستشهدون تباعا جراء أحزمة نارية كبيرة وفقدان المشافي القدرة على تقديم الخدمة. والآن هناك في محيط المستشفى يتم يعني قصف عنيف جدا في كل الاتجاهات، وتهتز يعني أرجاء المستشفى كلها وتتكسر بعض الزجاج على رؤوس المرضى والجرحى في وضع صعب جدا جدا. يعني الاحتلال يريد خروج المنظومة الصحية عن العمل تماما. هو استهداف يركز على المشافي عامة والشفاء خاصة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يهدف إلى تحقيق أمرين: أولا منع وصول جرحى جدد إليها، وثانيا إبعاد آلاف النازحين الموجودين في مرافق المستشفيات المستهدفة. هدفان يؤكدان بلسان إسرائيل نفسها أنهما لا يتعلقان بأي غاية عسكرية أو ببنية المقاومة. ويبدو مستشفى الشفاء هدفا مركزيا بوصفه أكبر مجمع طبي في القطاع يضم 3 مستشفيات متخصصة، فهو يخدم سكان المنطقة الشمالية قبل الحرب وخلالها، إذ يؤدي مجمع الشفاء دورا أساسيا خلال العدوان الإسرائيلي ويستقبل المصابين وتجرى فيه العمليات الجراحية، كما يحتضن نحو 25% من مجمل العاملين في مستشفيات القطاع كلها. ويوجد في ساحات المستشفى ومرافقه قرابة 60,000 نازح يدكهم الاحتلال بالقذائف المدفعية والجوية. إنه خناق عسكري إسرائيلي لمستشفى الشفاء ونظرائه، واستهداف لكل مقومات صمود السكان في المنطقة الشمالية للقطاع.